دكتور الحمد لله تمام، ألف مبروك وكل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والسادة المشاهدين كده بخير، رمضان كريم، ومبروك طبعا للنادي الأهلي الصدارة. نادي الأهلي النهاردة بالفوز دوت يمكن وصل للنقطة 67 من 29 مباراة في الصدارة بفرق نقطتين عن نادي بيراميدز، ولسه في مباراتين متأجلتين للنادي الأهلي. طبعا نادي الزمالك لعب 27 مباراة بس وليه 60 نقطة، فالفوز الثالث على التوالي فوز بيدي دفعة معنوية إن شاء الله، وبيقرب النادي الأهلي الأكثر بإذن الله للقب يعني. تمام، ابرز اللاعبين في مباراه اليوم قولهم بالاسماء الاول. الاول ابرز اللاعبين طبعا رمضان صبحي رقم واحد، رقم اثنين محمد الشناوي، رقم ثلاثه صالح جمعه، رقم اربعه علي معلول، رقم خمسه ايمن اشرف، رقم سته ازارو. تمام، بناء على ايه بقى بتقول كده؟ هنقول ارقام بقى كل حاجه. طبعا ده في البدايه النادي الاهلي النهارده طبعا زود رصيده في الاكثر فوز في الدوري، ده الفوز رقم 21، اكتر نادي فاز في الدوري 21. طبعا النادي الاهلي حافظ على نظافة شباكه، يعني ده الكلين شيت رقم 16، يعني النادي الاهلي اقوى خط دفاع في الدوري دخل شباكه بس 18 هدف، دول الرقمين المميزين. النادي الاهلي كلين شيت رقم 16، حافظ على نظافة شباكه ودخل شباكه 18 هدف بس اقوى خط دفاع. النادي الاهلي الاكثر فوز 21 فوز بفوز النهارده. نيجي طبعا لرجل المباراة من وجهة نظري او افضل اللاعبين، هو رمضان صبحي بالتأكيد قدم مباراة كبيرة جدا، يمكن بالارقام حتى رمضان النهارده عمل ارقام مميزة جدا، يمكن هو احرز هدف، لعب 90 دقيقة، ارقامه على الشاشة، لعب 90 دقيقة احرز هدف، دقة تمريراته 78%، اكتر من صنع فرص لزملائه رمضان صبحي 3 فرص، كنا دايما بنتكلم ان هو في بعض الفردية في الاداء، النهارده صنع فرص كتير وصلت لثلاث فرص. اكثر من قام بمراوغات ناجحه، 5 مراوغات ناجحه، يمكن في بعض اللقطات لعيبه النجوم كانت خايفه تدخل على رمضان، ما شاء الله يعني. تاني اكثر لاعب قام بعرضيات في المباراه، عامل 7 عرضيات بنسبه دقه 57%، يعني اكثر من النص من عرضيات رمضان كانت صح النهارده. تالت اكثر لاعب قام بمحاولات على المرمى، 3 محاولات بنسبه دقه 67%. كنا دايما بننتقد رمضان ان هو ما بيروحش على الجون كتير، بيقعد يرقص ما بيروح، لا النهارده راح 3 محاولات، تالت اكتر لاعب راح على الجون وسجل هدف منهم. رمضان كمان ما شاء الله القوه البدنيه عنده والدور الدفاعي منتهى الروعه، قطع الكوره 7 مرات رقم كويس جدا بالنسبه لجناح، فقد الكوره 5 مرات، حصل على خطا واحد. رمضان بالارقام بالتاكيد يعني ان هو يبقى احرز هدف، اكتر من صنع فرص، اكتر من قام بمراوغات، تاني اكتر من قام بعرضيات، تالت اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، ارقام رمضان بالتاكيد بتاكد ان هو فعلا رمضان هل هلاله في ليله رمضان. اذا رمضان يستحق بالفعل ان يكون هو افضل لاعب في المباراه. هل هلاله في ليله رمضان بقى بيعايد على الاهلاويه كلهم في ليله رمضان. كل سنه وهم طيبين.